نتمنوا ان شاء الله رمضان يكون بخير. هو الوليد اللي كنا جينا عنده العام اللي فات، مسكين راه مريض وراه في واحد الحاله يرجى لها هو، وحنا جبنا له الباني وجبنا له الزيت والسكر والوالده ديالو، وهو راه في واحد الحاله يرجى لها. راه انتم تشوفوا ما يقد لا ينوض لا والو، وراه مركوا له واحد الدواء راه الوالده ديالو جابته لنا ها هو، يعني باش الا تقدروا تعاونوه باش يشري هاد الدواء. هاي الاوردونونس ديالو يعني كانوا يعطوه لها في السبيطار الحومه، ودوكا ما بقاوش يعطيوه لها لحقاش ها هو ماشي غالي يدير 100 درهم. الا تقدروا تعاونوها به الله يرحمكم الوالدين والله يجازيكم بخير والله يخلف عليكم. هاي الا بغات تقول شي حاجه. واه الله يخلف عليهم ويرحم والديهم، راهم يشوفوا في الحاله هي هذه مسكين ها هو راه ما يتحرك ما والو. ونشكروا حسنه تريز اللي كتعاون، هاي حسنه تريز وهذا بونتواز حتى هي الله يجازيكم بخير، ودينيتي الله يجازيكم بخير والله يرحمكم الوالدين. وهاد الام مسكينه راه تطلب غير باش هاد الولد يتعالج، هم هادو غير باش يكالموه غير لي كالمون باش ما يبقاش يضرب راسو وما يبقاش الله يرحمكم الوالدين. بقيت هاد الطفل كاع راه عنده يطيح، ها هي قالت لكم كيطيح شوفها ها مسكين كيطيح كيضرب راسو، ها انتوما الله يجازيكم بخير ما يدحروا منا ويديه منا والله يرحمكم الوالدين الله يخلف الحاجات ولا يخلف كل شيء.